أهلا بكم مجددا كل الناس اللي بتشاهدنا في كل مكان. وفقراتنا كانت عديدة ومختلفة وشيقة، لكن دي آخر فقرة يا أبو بكر. دائما الفقرات الأخيرة بتكون أكثر فقرة فيها فائدة للمشاهد، فيها فائدة للناس اللي بيتابع، ودي فقرة مختلفة لأنه في مفاهيم كثيرة بنسمع بها السمع لكن ما بنقدر نتحدث عنها بصورة مفصلة، فدي جات الفرصة لأنه نتكلم عن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ولكن الكلام ما بيكون كلام علمي ما لم يكن في متحدث عارف بالمفردات ويقدر يطرح لنا الكلام ده بصوره اكثر بساطه وسهوله. مرحبتين بك على قناه البلد الدكتور المحامي ادم احمد يوسف حاج وحبابك عشر بيناتنا. مرحبا بكم، تحيه لاسره البرنامج بدايه رحاب المساء، تحيه لكل المشاهدين، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة تفيد الناس إن شاء الله. حبابك أستاذ آدم، عايزينك تحدثنا عن المسؤولية الاجتماعية والقانونية للقطاع الخاص. طيب، المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص هي يعني نخلي اللغة تكون بسيطة عشان الناس تستوعب. نعم، بسيطة لهم. يعني أنت مثلا كشركة أو كمؤسسة أو بتقدم سلعة أو خدمة للناس، ده جانب بحقق لك أنت الربح على المستوى الشخصي للشركة، لكن في خدمة أنت المفروض تقدمها للمجتمع. نعم. اللي هي بتتمثل في أنك أنت تساهم في تنمية المجتمع، إذا كان مثلا في إصلاح البيئة. نعم. أو في البنية التحتية اللي هي طرق مثلا كباري، أو في إنشاء دور تعليم أو مصحات مستشفيات، أو تبني مواهب. دي كلها تدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة عشان أنت تقدر تفيد المجتمع. أنت أصلاً كشركة مستفيد من المجتمع، بتحقق ربح لأنك بتقدم خدمة لهم. نعم، بتقدم. وبالتالي أنت مطالب أنك برضك تقدم خدمة للمجتمع. طيب، الحاجة دي جاية من ناحية قانونية ولا من ناحية إنسانية بس؟ هي طبعاً بتشتمل على ثلاث نواحي، ناحية قانونية وناحية إنسانية وناحية أخلاقية. ممتاز. أيوه، فأنت أصلاً مطالب أنك يعني تحدث تنمية. انا بتكلم فيها من الناحيه القانونيه لانه هي المفروض تكون الزاميه. انت لما تيجي تاسس شركه، في عقد تاسيس الشركه يضطر تكون في بند ملزم لك انت تقدم حاجه للمنطقه اللي انت عملت فيها النشاط حقك. عشان كده بنلقى مثلا في كل مكان، مثلا في الشركه الفلانيه واضعه شعار على مثلا انها عملت الشارع ده، رصفته، وضعت زينه، حاجات ما في مشكله. هي اصلا بتفيدك انت برضه كدعايه بالنسبه لك. انت كشركه يعني انت مثلا تعمل مدرسه سماها باسمك، ما في مشكله. اعمل مستشفى سماها باسمك، ما في مشكله، بتعمل لك انت دعايه وتكون خدمت المجتمع. لكن معظم، ما نظلم الناس، لكن في معظم القطاع الخاص ما بيراعي هذا الجانب، المسؤوليه الاجتماعيه، اللي هو مثلا بيقول لك انا مثلا حفزت الموظفين. ده ما مسؤوليه اجتماعيه، ده اصلا ده واجبك انت تجاه موظفينك. صحيح. عشان يكون في ولاء وظيفي. نعم. من ناسك، لكن المجتمع عنده حق عليك. انت لازم تقدم. يعني لو مسكنا مثلا نقول شركات السكر، نحن انا من النيل الابيض، تحيه الناس النيل الابيض كلهم. في يمكن ثلاث شركات سكر. نعم. لكن ما في حاجه على ارض الواقع انها قدمت شنو. لو مسكنا الطريق القومي مثلا من الخرطوم للنيل الابيض، الشارع كله مكسر. يعني ممكن هي مستفيده من الشارع، في نفس الوقت ما ممكن لها حاجه. يعني ممكن ترصف الشارع ده، تراجعه كل سنه او كل ستة شهور، حاجه بتكون بسيطه جدا في مقابل الدخل اللي هي بتدخله. صحيح. ده جانب مهم جدا، يفترض يكون فيه عليه رقابه، اذا كان رقابه شعبيه او رقابه قانونيه. عشان الناس تقوم بدورها، يعني الشركات دي تقوم بدورها الاجتماعي. يعني وزي ما قلت، يكون نقطة ملزمة في عقد التأسيس حق الشركة نفسه، انك انت عليك كده يعني. طيب يا استاذ ادم، دعم ودور التعليم في المدارس. نعم، جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات دي تجاه المدارس، تجاه المصحات، تجاه حتى المساجد، الخلاوي حق دي كلها هي ممكن تدعمها. يعني ما حاجة بتكلف كثير، في نفس الوقت زي ما قلت لك المفروض يكون شيء الزامي جدا عليهم. يعني الكلام ده طبعا لو جينا قلناه هي من ناحيه اخلاقيه وانسانيه. نعم. ده الزامي على الشركه او الحاجه بتاعت القطاع الخاص اسم العمل. نعم. لكن من ناحيه قانونيه زي ما انت قلت، يعني مثلا لو فرضنا انه في مدرسه من المدارس تلقاها عاملاها ذاتها في شركه القطاع الخاص، فبتمسك العصايه من النص، تعمل المدرسه وتخلي مثلا الشارع بكوشته بوسخه بحاجاته، ما بتجتهد فيه. فانا دايرك تجيب لي على سؤال مركب. من ناحيه قانونيه، هل القانون بيلزم الشركه أول اسم ده إنه يعمل حاجة للمجتمع،
واذا ما عملها الحاجات اللي بتترتب عليه شنو. الحاجه الثانيه اذا عمل الحاجه دي واهملها، خلى مثلا جزء بنى لهم شارع وقدامه مدرسه مكسره وهكذا. طيب ما هي انت بتكون ملزمه، متى بتكون ملزمه؟ انت في عقد التاسيس، انا لما اجي مثلا اسجل لك اسم عمل موجود في البند، وافترض اكون في بند ملزم بالنسبه لك انت كشركه انك انت عليك كده وكده، والان ما في البند. نعم نعم البند. في بعض النايم ما في، زي ما قلت لك بيحتاج لرغبه شعبيه قبل الرغبه القانونيه. انت مثلا ساكن في منطقه معينه، في مدرسه، في شركه انشات مستشفى او انشات مدرسه، افترض يكون في رغبه انه الشركه دي تقوم بدورها كامل تجاه المدرسه دي مثلا، من ناحيه نظافه، من ناحيه ترميم، من ناحيه صيانه، من ناحيه حتى المعدات حقت المدرسه، لانه في جهات بتكون مزود المدرسه كمجلس اباء مثلا او وحدات اداريه في المنطقه. فالالزام لو في شركه القطاع، سؤال مثلا يتراود للناس يقول لك الشركه دي ما عندها القدره انها تبني لها مدرسه، فالحاجه دي هل في نسبه محدده بيحددها القانون من الارباح بتاعت الشركه ذاته؟ لا 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 ما كده، لكن انا ما قلت لك فيها جانب اخلاقي برضه. انت كشركه ما استقطع، ما بتسمح لها انها تبني مدرسه. ايوه اوكي، انت استقطع نسبه من راح تقول 5%، عايز اعمل بها تنميه في المجتمع، بعدك بشوف لك الحاجه قد الفلوس اللي انت بتقدمها للمجتمع ده. يعني ما بضروره تكون مدرسه، ممكن ان شاء الله يكون فصل في مدرسه، يكون عنبر في مستشفى. صحيح ايوه نعم. في المزرعه ما انت ما ملزم انك تسوي شيء متكامل. إذا كان مثلا الشركة عملت عنبر مثلا في المستشفى، شركة ثانية عملت فصل في المدرسة بنفس المنطقة، طرف النهاية بيكون في تكامل يعني في. نعم نعم. نعم. طيب كيفية وضع خطة لتبني المواهب في مختلف المجالات؟ وضع خطة إنه تبني المواهب الشبابية المختلفة؟ هو طبعا الجانب التخطيط ده أنا ما في، لكن أنا بحكي من الجانب الإلزامي. أنت كشركة افترض زي ما قلت لك تتبنى المواهب كيف؟ أنت ما بتستفيد من المواهب بعدين. مثلا إنسان عنده مقدرة مثلا في نقول في الجانب التقني، طيب حسيت أنه الزول ده كويس، ليه أنت ما تتبناه وتحفزه وتشجعه وتسهل له مثلا دراسته عشان بعدين أنت تستوعبه معك كادر مثلا وظيفي. يعني دي هي مسؤولية اجتماعية لكن مستردة، أنت كشركة بتستردها بعدين. مثلا شركات البترول في ناس بيكونوا مبرزين في مجال معين، النازلين انت خلاص تبناهم ووصلهم لحد ما يتخرجوا من المجال وجيبهم بعدين سووا معك في الشركه. بتكون انت قدمت لهم خدمه وصلته لاخر مرحله تعليمه في نفسك، وبعدين بتستوعبهم كمهندسين عندك مثلا في الشركه حقتك. فالمسائل دي ما صعبه هي، لكن الفهم للقصه نفسها يعني. نعم نعم. والسوشيال ريسبونسبيلتي دي او المسؤوليه الاجتماعيه دي معمول بها في كل دول العالم، يعني ما حاجه جديده. وبعدين يعني الحاجه دي خلافنا عندها تنميه للمجتمع. لو جيت بعدين نهايه السنه في الجرد الضريبي بيشوفوك انت عملت شنو خلال السنه وبيخفضوا لك. دي معروفه. نعم ايوه. من المنبر ده انا يعني دارك توجه رساله لكل الشركات القطاع الخاص اللي بيسمعوا دكتور ادم، تنصحهم بانه يعملوا شنو عشان شنو ختاما يعني؟ والله انا بقول انه يعني المفروض يكون المحرك الاساسي في الموضوع ده زي ما قلت لك الجانب الاخلاقي، انك انت تحس تجاه المجتمع انه في شيء عليك انت تعمله تجاه مجتمعك اللي انت فيه وحياتك. اعمل حاجه بسيطه يعني عشان تكون حاجات تكامليه بين القطاعات الخاصه دي من الشركات، انه يعني انت لما تنمي المجتمع بيزيد ارباحك. صحيح. لانك انت بتعمل توعيه، بيكون في ثقه، بيكون في بعدين بتعمل ترقيه. أيوة. للناس مكسب. حتى في معاشهم. نعم. حتى في المستوى الاستهلاكي، وكلما الناس يكون مستواه راغب بيكون المستوى الاستهلاكي اعلى، معناتها في مردود لك انت. صح. فالمساله ما زي ما قلت لك ما صعبه وبسيطه، توفيق وبس الناس تكون يعني حاسه بالجانب ده يعني. شكرا لك استاذ ادم. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا دكتور ادم. و بختام الفقرة دي عاملة كده بنكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة. فقرات كانت عديدة ومختلفة وشيقة، اتبسطنا كده بيها، وإن شاء الله الناس برضو تكون استفادت وقدير نقدم حاجة إن شاء الله. وأنا سعيدة جدا بال الثنائية. أيوة الثنائية دي كانت جميلة. شاكرين لك جدا، وإن شاء الله تكون حياة عملية معنا في قناة البلد. الله يخليك. مليانة بالخير وبالنماء والرفاء. شاكرين لكل الطاقم العامل بتاع الليلة، من مخرجين ومن مصورين وإنتاج وإعداد وإضاءة وكل الشباب الجميلين. لحد ما نتلاقى في مساحة جاية، أبقوا عافية وفي أمان الله، ومع السلامة يا أحمد.